شركة جي مالتو هي شركة رائدة في مجال الأمن الرقمي، طبعاً تستثمر الكثير في مجال الاتصالات، خاصة في أحدث تقنيات الاتصالات مثل الـ M2M والـ NFC والـ LTE اللي هي شبكات الجيل الرابع. في بالنسبة لتقنيات الجيل الرابع شبكات الـ LTE، جي مالتو تحصلت السنة الماضية مثلاً على جوائز عالمية في المؤتمر العالمي لشبكات الجيل الرابع. واليوم سبب حضورنا هو لتقديم يعني أحدث الحلول بالنسبة لشبكات الجيل الرابع الـ LTE. فطبعاً بالنسبة لشركة جي مالتو الحلول اللي نقدمها هي متمثلة من جزئين أو في عنصرين. العنصر الأول هي الشرائح المتطورة اللي بتتناسب مع شبكات الجيل الرابع. فبالنسبة لهذه الشرائح هي تتيح للمزودي الخدمات الاتصالات أنه يعطيوا آخر خدمات اللي هي متوافقة مع أنظمة الـ IMS مثلاً أو الـ Voice over LTE يعني بشكل آمن ومتوافق مع آخر الستاندردز أو آخر النظم بالنسبة لـ 3GPP. وطبعاً العنصر الثاني هو منصة OTA أو OTA Advanced Platform اللي هي تقريباً تتيح لمزود الخدمات أنه يتواصل مع الشريحة بشكل متكامل، يعني بشكل فوري أو بشكل سلس عن طريق البروتوكول IP أو HTTP، على خلاف الكروت الحالية أو البطاقات الحالية اللي الآن تتواصل مع المنصات عن طريق SMS. فبهذه البلاتفورم يصير عند مزودي الخدمات القدرة أنه ينزلوا تطبيقات كبيرة على الشريحة ويتواصلون أو يعدلون الباراميترز أو السيتنجز اللي موجودين في الشريحة بشكل سلس، ويصير كذلك للبطاقة إمكانية أنه تطلب من السيرفر آخر التحديثات أو آخر التعديلات بشكل سلس ومرن. طبعا هذا الحلول هذه يعني موجودة الآن في أكثر من 11 دولة أو أكثر من 11 مزود خدمات على الصعيد العالمي في أمريكا وفي اليابان، وحبينا نطرحهم للمزودي الخدمات الاتصالات في المنطقة، خاصة مع التطور أو الإعلانات الأخيرة لقدوم شبكات الجيل الثاني.